تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. الشعور مستمعينا الأعزاء دائما بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وأيضا معايا اليوم إن شاء الله في تقديم البرنامج زميلتي الأخت آمنة العلي. صباح الخير. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح النور والسرور. الله يصبحك بالنور وأيضا والسرور والسعادة، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما فقراتنا متنوعة ومختلفة، وأول فقرة فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم تحت عنوان كيف يمكن أن تؤثر التربية القاسية على دماغ الطفل، وتفاصيل هذا الخبر إن شاء الله اليوم مع آمنة العلي. ودائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات التواصل الاجتماعي المتداول على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتعطينا إن شاء الله هاي التفاصيل زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية اليوم تحت عنوان تغذية مرضى متلازمة داون، ومثل ما تعرفون مستمعين أن يعاني الأطفال، بعض الأطفال المصابين بمتلازمة داون عن أو في مشاكل التغذية بسبب العديد من العوامل المتعلقة بهذا الموضوع. وبتكون معنا اليوم الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي للحديث عن هذا الموضوع. وفقرتنا الأخيرة لهذا اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وتحت عنوان العلاج الطبيعي والتأهيلي لمرضى كورونا، وبتكون ضيفتي الأستاذة فاطمة راشد علي أخصائي العلاج الطبيعي بهيئة الصحة بدبي. ودائما نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء مباشرة مع الضيوف على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة الأخبار، وعنوان اليوم كيف يمكن أن تؤثر التربية القاسية أختي آمنة على دماغ الأطفال. طبعا أخوي عبد الله، حذرت دراسة جديدة من أن الغضب المتكرر أو الضرب أو الصراخ في وجه طفلك يمكن أن يؤثر على هياكل دماغه في مرحلة المراهقة. ووجد الباحثون أن الأطفال الذين نشأوا على التربية القاسية طوروا قشرة فص جبهية ولوزة مخية أصغر، وهما بنيتان دماغيتان تلعبان دورا رئيسيا في التنظيم العاطفي وظهور القلق والاكتئاب. وما يثير القلق أن هذه الممارسات الأبوية القاسية شائعة وتعتبر بشكل عام مقبولة اجتماعيا في جميع أنحاء العالم وفقا للفريق الذي أجرى هذه الدراسة. ويأمل الباحثون أن تشجع النتائج الآباء على تنفيذ تدابير أقل قسوة عند التفاعل مع أطفالهم. وفي الدراسة سعى باحثون من جامعتي مونتريال وستانفورد إلى النظر في تأثيرات التربية القاسية على أدمغة الأطفال. وقالت الدكتورة سبعة
سابرينا التي قادت الدراسة إن الآثار تتجاوز التغيرات في الدماغ. أعتقد أن المهم هو أن يفهم الآباء والمجتمع أن الاستخدام المتكرر لممارسات الأبوة القاسية يمكن أن يضر بنمو الطفل، ونحن نتحدث عن تطورهم الاجتماعي والعاطفي وكذلك عن نمو عقولهم. وأوضحت طبعا هذه الدراسة عن نتائج مهمة وجديدة، وأنها للمرة الأولى يتم فيها ربط ممارسات الأبوة القاسية التي لا ترقى إلى مستوى سوء المعاملة الجسيمة بانخفاض حجم بنية الدماغ، على غرار ما نراه في ضحايا أعمال الإساءة الخطيرة. وطبعا أخوي عبد الله قبل الحلقة كنا نتناقش في هذا الموضوع، يعني هل برأيك أن التربية القاسية أو الضرب قد يؤثر على دماغ الأطفال؟ والله حسب الدراسة اختئامنا أن فعلا يعني التربية القاسية تؤثر على أيضا تكوين يعني حجم الدماغ، وبالأخص المنطقتين اللي ذكرتها الدراسة اللي هي يعني قشرة الدماغ من الأمام ويعني لوزة المخية اللي هي عادة يعني يكونون المنطقة اللي يكون يعني مسؤول عن التركيز وأيضا التفكير للطفل. ولكن نحن يعني أتوقع أن ما ننصح الحقيقة يعني أن يتم يعني تعامل الأطفال بأسلوب قاسي بحيث أنه ممكن يأثر عليهم. مثل ما تعرفين اختئامنا أن مرات يعني أو مرات كثيرة التربية القاسية أيضا تؤثر على نفسية الطفل، يعني إذا كانت يعني مثلا تربية قاسية في السنوات الأولى من العمر فممكن هاي التأثير هذا يعني يتم متلازم مع الطفل خلال سنوات عمره الأولى. نعم طبعا أخوي عبد الله مثل ما قلت لك أحس نحن الحين في 2021، أتمنى أن الآباء والأمهات يكونون على وعي أكبر بمدى أثر مثلا الضرب أو التربية القاسية على الأطفال. نعم ننتقل اختئامنا معاك إلى فقرة السوشيال ميديا عفوا، ومعنا الزميلة أسمى الجناحي. اختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. وشو بتخبرينا اليوم أسمى ومستجدات التواصل الاجتماعي؟ تقريبا نحن خلال الفترة الماضية لمدة 3 أيام ما كنا نضع نشرات في قنوات التواصل الاجتماعي، بس يعني خلال هذه 3 أيام، لكن من بعض الأشياء اللي كانت توصلنا في قنوات التواصل الاجتماعي وهي كانت الاستفسارات المتعلقة بكوفيد 19 وبالأخص تطعيم كوفيد. بعض الأشخاص يسألون عن مثلا متى راح يتم فتح باب المواعيد أو للفئات الأخرى وغيرها من هالأمور. كل التحديثات الجديدة اللي تطلع راح يتم نشرها بشكل مستمر ومباشر من خلال قنوات التواصل الاجتماعي تابعة لهيئة الصحة، فنحن ننصحهم دائما يتابعونا لسرعة الحصول على المعلومة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من ضمن الملاحظات اللي كانت وصلنا بعض الأشخاص كانوا يسألون عن أوقات العمل، وبعدين يعني اكتشف أنهم ما عندهم مواعيد في مراكز تطعيم. بس نحب نأكد أن يعني معرفة أوقات العمل أو متى أوقات العمل والحضور دون موعد ما راح يحصلون على الخدمة، لأن جميع مراكز هيئة الصحة تعمل بنظام المواعيد، فالحضور بدون موعد والشخص ثاني يكون عنده موعد أكيد الأولوية بتكون للأشخاص اللي ماخذين موعد مسبق وكانوا يعني ينتظرون مواعيدهم أو اللي حاضرين أيضا مواعيدهم قبل كم من دقيقة. فنحن دائما ننصح الأشخاص لتنظيم العمل وضمان التباعد الاجتماعي وضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية. نتمنى من الجميع أخذ موعد مسبق قبل الحضور إلى أي من المراكز التطعيم التابعة لهيئة الصحة. يمكن الحصول على الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال الرقم أو مركز الاتصال اللي هو 8342. بعض الاستفسارات يعني توصلنا وايد استفسارات بشكل مستمر عن توفير الخدمة للسائحين. خدمات التطعيم في هيئة الصحة بدبي هي فقط للمواطنين والمقيمين في دبي، وأيضا للمقيمين وحاملي إقامة إمارة أخرى مقيمين في دبي لهم اللي هم من 60 سنة فما فوق، فهذول الأشخاص اللي يقدرون يأخذون. أما يعني الخدمة فقط متوفرة لهؤلاء الفئات. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت تصنف في قنوات التواصل الاجتماعي هي عن
هل يمكن ان الواحد يعني ما يلبس الكمام بعد التطعيم؟ نحن دائما ننصح بلبس والمشي او اتباع جميع الاجراءات الوقائيه حتى بعد اخذ اللقاح، وهذا الى ما يكون في اي اعلان من الجهات الرسميه في الدوله. فعلينا الجميع الالتزام، سواء خف تطعيم او ما خف تطعيم لازم نكون ملتزمين ليه ما يكون في اي اعلان ان شاء الله في المستقبل من الجهات المعنيه. تقريبا هاي اغلب الاستفسارات اللي كانت وصلنا في قنوات التواصل الاجتماعي، وايضا مراكز او نقاط التواصل مع العملاء متوفره بشكل كبير من خلال الواتساب هيئة الصحة اللي هو 8342 على الواتساب، رقم مركز الاتصال 8342، الشات اللي موجود في الموقع، الشات اللي موجود في التطبيق، أيضا الإيميل الخاص بهيئة الصحة اللي هو info@dxb.gov.ae، وأيضا قنوات التواصل الاجتماعي كلها موجودة لخدمة الجمهور. تقريبا هذا اللي عنده قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. نتمنى لك الصحة والسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون اليوم إن شاء الله فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان التغذية أو تغذية مرضى متلازمة داون، وتفاصيل هذا الموضوع بتكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا وتفاصيل أكثر بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة التغذية أختي آمنة، واليوم تحت عنوان تغذية مرضى متلازمة داون. طبعا أخوي عبدالله، يعاني الأطفال المصابين بمتلازمة داون من مشاكل في التغذية بسبب العديد من العوامل المتعلقة بصعوبة تحريك اللسان والقدرة على البلع، حيث يحتاج هؤلاء الأطفال إلى عناية خاصة لمساعدتهم في التغلب على هذه الصعوبات. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا حبيبتي آمنة، صباح النور والسرور. أهلا فيك أستاذة، حبينا نعرف منك اليوم بداية عن الغذاء المناسب لفئة الأطفال المصابين بمتلازمة داون. هو بالنسبة لمرضى متلازمة داون أصلا يعني بسبب مثل ما تفضلتي قلتي عندك بعض المشاكل، وأنا بذكر على السريع المشاكل اللي هي مصاحبة لسوء التغذية أو ممكن تسبب لهم إعاقة أو معوقات للتغذية الصحية اللي ممكن توصلهم كأطفال متلازمة داون. ممكن تكون عندهم أول شيء صعوبات مثلا في خمول الغدة، فيحتاجون هذه الأطفال بعض الأطعمة اللي هي تساعد على تعطيهم التعويض من عنصر الهود، لأن بسبب قصور في الغدة الدرقية، وهي تكون موجودة في الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والملح المعالج باليود. بعض الأطعمة بعد ممكن تكون تناسبهم أكثر، مثل الأطعمة المركز فيها فيتامين سي، واللي هي موجودة في الحمضيات، موجودة في الفلفل اللي هو الملون، هذه أو الكمثرى أو الجوافة، لأنها دائما عندهم مشاكل في أمراض اللثة، عندهم مشاكل في التجويف السموي للأشخاص نفسهم، تأخر في التسمين، يتنفسون من الفم بدل من الأنف، فهاي تسهل بعض المعوقات اللي ممكن التهابات في اللثة، فمحتاجين الأطعمة هذه. بعد إن بعض المشاكل اللي هم ممكن يصابون فيها اللي هو أمراض المناعية، فدائما نرفع المناعة عندهم عن طريق الأطعمة اللي هي ترفع المناعة وفيها مضادات أكسدة بتساعد على إن ما يكون عندهم الإصابة بالأمراض أو الميكروبات أو البكتيريا، وتقوي في نفس الوقت مناعتهم. مثل إحنا عندنا الثوم، استخدامنا الثوم، البصل والزعتر والجرفة اللي تساعد على إن تقوي مناعتهم. هاي هي بس بالنسبة للممكن يصابون فيها بسبب الأمراض أو المشاكل الصحية اللي ممكن يصابون فيها.
نعم أستاذة فاطمة، أكيد للوالدين دور كبير في مساعدة الأطفال المصابين بمتلازمة داون في التغلب على صعوبات البلع، فممكن تقولي لنا إذا من وجهة نظرك شو الدور الملقي على الوالدين؟ والله هو ملقي دور كبير، بس محتاج صبر ومحتاج أن تدريب دائما الطفل على المضغط، تدريب مستمر على أن دائما يعني يدخلوا الأكل في عمر من ممكن 4 شهور 6 شهور، من 4 شهور قبل يوصل 6 شهور، لأن هذا الطفل محتاج على طول تحفيز لمنطقة الفم، دائما تدليك، فلها طريق معينة يصير لازم يكون عند مواعيد عند دكاترة اللي هو العلاج الطبيعي عشان يقدرون يهيئون الطفل انه يقدر ياكل. في نفس الوقت محتاج دائما الوالدين ان يكونون يعني يدربون على طرق رعايه الطفل خاصه من الناحيه التغذويه، فيكون اتصال ما بين العلاج الطبيعي مع التغذيه، ونوصل ونعرف كيف نقدر نوصل الطعام للطفل عشان ما يوصل لسوء تغذيه او يوصل لامراض سوء التغذيه بشكل عام لنعرفها. صحيح. ايضا استاذه فاطمه، هناك طبعا حسب الدراسات العالمية تشير بأن من كل 5 أطفال من المرضى اللي يعانون من متلازمة داون يعانون أيضا من مشكلة ارتجاع المريء، ففي وجهة نظرك كيف ممكن يعني يتم مساعدة هاي الفئة في يعني التغلب على هاي المشكلة؟ بالنسبة للأطفال هم نفسهم البلازمة داون، أول شيء يسوون أخوي عبد الله الابتعاد عن المقالي، عن السكريات، عن الحمضيات، لأن هاي كلها يعني بسبب أصلاً عندهم مشكلة اللي هي من غير أنهم عندهم ارتداد معدي أو مريئي ممكن يستفيدهم بعد سوء امتصاص، فيفضل دائما نخفف من المقالي، لأن المقالي دخلت جوف الطفل تستوي يعني عنده صعوبة في هذا، فيستوي له ارتجاع. السكريات خاصة السكريات البيضاء الحلويات هي كلها تسبب له حموضة وتسبب له ارتجاع المريء. الحمضيات اللي هو بشكل عام برتقال، الليمون، كثر استخدام الأطعمة الحامضية هاي بعد ممكن تسبب له. الشيء الثاني إذا كان أطفال عزم الله يلبسون دايبر أو البامبرز، لازم يكون منطقة البطن هاي تكون شوية مو مرصوصة، تكون مثلا شوية يعني مثلا خلينها وسيعة عشان ما يستوي لارتجاع مريئي. لازم يوم بياكل مثلا أو بيشرب أي نوع من الأكل يكون يجلس، ما نقدر نخلي دائما طايح عشان ما يأثر في ارتجاع مريئي ويأثر على الارتجاع هذا أو يأثر من مشاكل الارتجاع اللي عنده. أيضا دائما وجباته لازم تكون وجبات صحية وصغيرة، يعني الإنسان بشكل عام عنده 3 وجبات رئيسية، وهو بالنسبة للطفل ممكن يوصل ل6 ل7 وجبات لكن جدا صغيرة، لكن لازم نتأكد أنها مغذية ومفيدة على أساس أنه يأخذ جميع المغذيات اللي ممكن يستفيد منها، وتكون الكميات ما تكون كبيرة، تكون كميات صغيرة. صحيح. مثل ما ذكرتي أستاذ فاطمة بأن يعني يعني الشخص اللي مصاب بمتلازمة داون يعني يحتاج إلى دعم الحقيقة، يعني من الأم أو من الأسرة أو من الأب أو من حواليه، يعني لأن فعلا يعني موضوع يعني متعلق بأكثر من جانب، الجانب النفسي لدى الشخص المصاب بمرض متلازمة داون، الجانب الاجتماعي، وأيضا الجانب العلاجي. لو نتحدث معك أستاذة آمنة عن يعني النصائح اللي تحبين توجهينها للأمهات بشكل خاص، يعني لفترة الأولية من الأعمار يعني يكون الطفل ملازم مع الأم، فشو النصائح اللي تحبين توجهينها أختي أو الأستاذة فاطمة للأمهات بشكل خاص حول يعني العناية أو الاهتمام بهاي الفئة من المرضى من الناحية الغذائية أو حتى يعني من دعم نفسي دعم اجتماعي أيضا؟ أول شيء أقول للأم أو الأب يحظ اللي يكون عنده طفل عنده متلازمة داون، هذا يعني مرض ما يقدر الإنسان يقول يعني أو يغير فيه، لأن هاي عند من رب العالمين، بس أنا أقول يحظكم، لأن أنتم بتاخذون أول شيء تعلمون الصبر يعني يعطيكم رب العالمين الأجر. في نفس الوقت الطفل ما متلازمة داون لحد ما يكبر وهو طفل، يعني تتعامل وياه كطفل كأنه أنت عندك مدى حياتك طفل يسعدك في حياتك، ف
فهذا صحيح. الشيء يعني أنا اللي أقول لهم يا لازم يبقى له صبر، عشان هذا الطفل دائما يخليك سعيد طول حياتك، محتاج إنك تصبر عشانه، محتاج تتعلم وتتدرب عشانه، محتاج إنك أنت دائما تتعلم كيف طرق العناية فيه من ناحية التغذية عشان ما تجي لأي سوء تغذية. حتى الأطفال اللي يعني اللي هم تو رضع، أول ما يكون ما يكون عندهم يعني قابلية إن يقدرون يرضعون أو ياخذون رضاعة طبيعية بشكل عام، لأن عندهم شوية كسل في العضلات الفتش أو كسل في اللسان، فهاي المنطقة دائما يبقى لها بس تحفيز وتدليك، بحيث أن أنا أقدر أعطي رضاعة طبيعية أفضل ما أنا أعطي صناعي عشان ترتفع مناعته، وما أتم مدى حياتي أعالج طفل على أساس أنه هو عنده صعوبة أو قلة في المناعة، فأرفع مناعته من بداية حياته عشان أقدر، عشان الولد يقدر يعني يستجيب لأي طرق علاجية سواء كانت عن طريق التغذية أو علاج طبيعي. فيبغى له بس الاهتمام أكثر، ويبغي له صبر وتدريب مكثف في البداية عشان أنا أقدر أرتاح بعدين، لأن الطفل ما بيكون مدى حياته محتاج تدريب، بس في بداية مرحلة حياته عشان يدخل الأكل بشكل صحيح. نعم، وأيضا يعني نحن نصيحتنا يعني نضم صوتنا بصوتك أستاذة فاطمة يعني الأسر أو الأمهات اللي أي واحدة عندها طفل مثلا يعاني من هذا الموضوع، مرض متلازمة داون، لابد بأن يحط بعين الاعتبار بأن يعني لازم تلقي العلاج يكون بشكل متكامل، يعني لا يختصر فقط على يعني مراجعات الطبيب فقط، وإنما أيضا مثل ما ذكرتي الجانب الغذائي جانب مهم جدا، فلا بد أن الأم تحرص بأن تأخذ الطفل إلى مراجعات الدورية لخبيرة التغذية، وأيضا مثل ما ذكرت أستاذة فاطمة بأن هناك أيضا لا بد أن يكون الأم لها يعني دراية وتثقيف كامل بجانب يعني بعض المهارات اللي يحتاج أن يتعلمها، سواء يعني مهارات في كيف تعرف أن تعلم النطق، في بعض السلوكيات تأخذ بالها يعني من الطفل من الجانب النفسي. فهذا يعني نحن دائما ننصح بأن يعني المفروض أن ما يهملون في علاج الطفل الشمولي اللي يخص جوانب مختلفة. في بعض الأوقات يعني الأم تحرص أن تأخذ الطفل فقط لي يعني الطبيب لحل المشكلة، ولكن مرات ما يكون الدكتور بس هو الشخص المعني في إدارة الحالة هاي، في ناس أيضا متخصصين في جوانب أخرى أيضا لهم دور كبير جدا في علاج الشخص، وأيضا آمنة عندها إضافة. نعم طبعا أستاذة فاطمة الخروصي، لو في حد من المستمعين الحين مثلا يسمعنا وعنده طفل مصاب بمتلازمة داون، نحن حابين نقول له إذا أنت تهتم في تغذية هذا الطفل كيف ممكن توصل لهيئة الصحة في دبي، كيف ممكن توصل لأخصائي التغذية أنه يساعدك خطوة بخطوة لرفع مناعة هذا الطفل؟ صحيح أختي، هو شوفي بالنسبة للأطفال خاصة متلازمة داون، أول ما يكون طبيب بشكل عام، أي طبيب سواء أطفال أو طبيب عام، على طول يحوله على عدة يعني على تيم مثلا العلاج الطبيعي، تيم التغذية، فبيكون هناك لهم مثل نتبون جروب أو مجموعات تساعدهم في كل من كل النواحي. يعني ما تخاف الأم من إنها هي بتضيع، لا ما بتضيع، لأن مستحيل إن إحنا بتوصل هيئة الصحة من بداية حياة الطفل لحد ما نتركها لحد ما يكون خلاص الطفل، ونقول نطمن من الأم إن 100% إنها ما عندها أي مشاكل مع الطفل وإنه وصلت لحل مسالم. أما لما يكون الأم تأخذ مثلا موعدها مثل ما تفضل أخوي عبد الله عند الدكتور طبيب العام، وبعدين يحولها للتغذية أو يحولها لأي من هالمجموعات اللي بتساعدها على العلاج الطبيعي، ويكون مثلا قصور من الوالدين، أكيد بيكون يعني مثل ما نقول إحنا يعني العلاج بيكون وايد مثلا صعب عليها بعدين، وفي نفس الوقت تطول. أما إذا كانت من البداية مستحيل، بس فبيكون التحويل على طول، الدكتور يحولها على جميع المهتمين في رعاية الطفل وتدريبها على طرق الاستفادة من كيف تدخل الأكل، السعرات الحرارية تدخل عند الطفل، كيف طريقة إدخال الطعام من بداية ما هو يكون يعني رضيع لحد ما يوصل مرحلة أن يكون هذا موجود عندنا، وخلال أقل من 6 شهور إذا كانت الأم تتابع بيكون هذا كله عنده طبيعي، يعني الطفل من عمر 4 شهور 6 شهور بتكون 100% عارفة جميع الطرق والتدريب لرعاية الطفل. نعم، فنحن نقول دائما أن هيئة الصحة في دبي تعمل كمنظومة متكاملة لعلاج أي مرض أو أي
يعني سكري سواء أو متلازمة داون، هناك دائما أطراف مختلفة جميعهم اجتمعوا في هيئة الصحة في دبي. فمجرد أن الأم تروح للطبيب العام، الطبيب العام بدوره سيقوم بترتيب هذه المواضيع لها وتحويلها للتغذية وللعلاج الطبيعي وغيرها. طبعا شاكرين لك أستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي على هذا الموضوع المهم اللي تناولتيه اليوم معنا، وشاكرين لك أيضا وقتك الثمين. شكرا لك. حياكم الله حبيبتي. شكرا أستاذة فاطمة، شكرا ما قصرتي. ناخذ فاصل اختئامنا، وبعد الفاصل مستمعينا الأعزاء فقرتنا الثانية عن فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وأيضا فقرة حيوية، وبنتكلم اليوم عن العلاج الطبيعي والتأهيلي للمرضى أو لمرضى كورونا، وبتكون معنا ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة راشد علي أخصائي العلاج الطبيعي بهيئة الصحة بدبي. بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600-55-14-14 وعلى الرسائل النصية 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ومرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-55-14-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اختيامنا. نعم، ومع فقرة اليوم طبعا العلاج الطبيعي والتأهيلي لمرضى كورونا. مثل ما نعرف أخوي عبد الله، يحتاج بعض من المتعافين من فيروس كورونا إلى برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي لمرحلة ما بعد المرض وإتمام عملية الشفاء. ولهذا طبعا ولأهمية هذا الموضوع وضرورته، ستحدثنا اليوم أخصائية العلاج الطبيعي في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة راشد علي. صباح الخير أستاذة فاطمة. أهلا، صباح النور. أهلا فيك أستاذة فاطمة. طبعا الموضوع الصراحة شدني، مثل ما نعرف أن فيروس كورونا هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي، فشو علاقة فيروس كورونا مع العلاج الطبيعي والتأهيل؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية قد يستغرب البعض من علاقة العلاج الطبيعي بفيروس كورونا وعلاج مرضى كورونا، لكن في الحقيقة يعتبر العلاج الطبيعي جزء لا يتجزأ من خطة علاج المرضى. المصابين بفيروس كورونا في الأغلب يحدث لهم side effects، وهي الآثار الجانبية سواء كانت على الرئة أو الحالة الحركية للمريض. بنلاقي أغلب المرضى يعانون من أمراض تنفسية حادة، وهاي تكون من تبعات الفيروس، ومنها ما نسميه بنيومونيا، وهو التهاب رئوي يؤثر على طريقة تنفس المرضى، بالإضافة إلى إصابتهم بضعف شديد في العضلات تصل لمرحلة عدم القدرة على الحركة أو المشي، وحتى الأشياء البسيطة اللي كان يمارسها المريض بشكل طبيعي قبل إصابته يبدأ يواجه فيها صعوبة شديدة، فهني يكون دور العلاج الطبيعي. كذلك بعض المرضى يكونون في العناية المركزة لفترة طويلة وعلى أجهزة التنفس الصناعي، ما يسمى بعملية التنبيب اللي هو الانتوبيشن، وبعد فترة يجرى للمريض إجراء يسمى بالإكستوبيشن، وهي فصل المريض عن أنابيب التنفس. فجميع هؤلاء المرضى يحتاجون خطة لإعادة التأهيل من خلال العلاج الطبيعي للصدر، وكذلك العلاج الطبيعي للأطراف والمفاصل، بحيث يرجع المريض بالتدريج لحياته الطبيعية. فمن هالنقطة يدور العلاج الطبيعي. نعم، يعني دور العلاج الطبيعي مثل ما نقول دور مرتبط بفيروس كورونا أيضا، لأن مثل ما ذكرتي، لأن ليس فقط يعني مرضى كورونا مقسمين، هناك مرضى يعني يتعافون بسرعة بمدة 10 أيام، وهناك من يمكثون في المستشفيات لفترة طويلة. فمن هنا تأتي يعني طبعا العلاقة من بين فيروس كورونا والعلاج الطبيعي. ف إذا ممكن تعرفينا اليوم كيف يتم تحديد البرنامج أو برنامج العلاج التأهيلي للمتعافين من كورونا؟ بالنسبة لتحديد العلاج، يتم تحديد العلاج عن طريق حالة المريض. فطبعا مثل ما تعرفون كل حالة تختلف من مريض لمريض. بعض المرضى قد تكون حالتهم جيدة من ناحية الحركة،
ولكن في نفس الوقت يعانون من أمراض تنفسية حادة مثل ما ذكرت سابقا مثل النيومونيا، وبعضهم يعانون من الاثنين، يعني اللي هي المشكلات الحركية والمشكلات الصدرية. وفي مثل هالحالات قد تستغرق خطة العلاج فترة أطول، خصوصا لو كان المريض يعاني في الأساس من أمراض تنفسية سابقة مثل الربو. كما أن أغلب أو جميع المرضى في العناية المركزة بعد إجراء الإكستوبيشن فهم يحتاجون للعلاج الطبيعي للصدر والمفاصل، لأن الضعف عندهم يكون شديد وتكون المضاعفات أكثر، وهي لعدة أسباب من ضمنها البقاء لفترة طويلة جدا على السرير قد تكون شهر، مما يؤدي لضمور العضلات وحدوث الاعتلال العصبي والفوتتروب، بالإضافة لتجمع السوائل الفرئة وهو ما يؤثر على المرضى بشكل كبير. فتقريبا خطة العلاج تعتمد على المريض نفسه، يعني تعتمد من تختلف من حالة لين حالة. نعم، فمثل ما ذكرتي هناك على حسب الحالات تكون خطة العلاج حسب حالة الأفراد المتعافين من كورونا. نعم. صحيح، والمصابين كذلك. صحيح. أيضا أستاذة فاطمة ذكرتي خلال حديثك بأن مراحل العلاج تختلف يعني من شخص إلى آخر، وأيضا قد تكون يعني مدة البرنامج تختلف طبعا حسب الإصابة، يعني كيف كانت إصابة هذا الشخص، هل هو مثلا يعني في المستشفى ولا لنا في البيت، فكيف يعني كيف يتم أستاذة فاطمة تحديد مدة البرنامج، وأين ممكن يتم أيضا يعني لو تحدثينا تنفيذ البرنامج هذا، البرنامج العلاج الطبيعي، خلينا نقول على سبيل المثال إذا كان الشخص يعني خارج المستشفى كيف يتم علاجه ومتابعته من الناحية الطب التأهيلي أو العلاج الطبيعي. تمام. في البداية طبعا كل مريض نرسم له خطة بأهدافها القريبة المدى والأهداف بعيدة المدى، وهذا يعتمد على استجابة كل مريض. طبعا المرضى يتلقون العلاج في المستشفى نفسه، وبعضهم بعض يعني بعض بعضهم بعد الخروج من المستشفى يتلقون العلاج في العيادات الخارجية. طبعا بالنسبة للخطة هذا يعتمد على استجابة كل مريض، بحيث في الحالات الشديدة قد يستغرق العلاج من شهر إلى 3 أشهر، وهي فترة تعتبر طويلة، لكن العلاج الطبيعي يأخذ فترة طويلة لأن المريض يرجع لحالته الطبيعية. المدة تعتمد تقريبا بعد وضع تقديري وقت تقديري طبعا، ويبدأ ويتم البدء بتنفيذ العلاج أثناء تواجد المرضى في العزل الصحي في المستشفى، وبعد خروجهم من المستشفى يكملون الجلسات في الأقسام والعيادات الخارجية للعلاج الطبيعي طبعا في حالة الحاجة، لأن بعض المرضى ولله الحمد أثناء تواجدهم في المستشفى يتلقون العلاج فحالتهم تتحسن ولله الحمد، فبعد الخروج من المستشفى ما يحتاجون. لكن في بعض المرضى حالاتهم تكون شديدة، وخصوصا اللي كانوا في العناية المركزة، هني حتى بعد خروجهم من المستشفى يحتاجون أنهم يزورون أخصائيين العلاج الطبيعي في العيادات الخارجية وفي المستشفيات لإكمال جلساتهم من العلاج الطبيعي. مثل ما ذكرت أن خطة العلاج قد تكون طويلة تستمر 3 أشهر على حسب احتياج كل مريض. صحيح. أستاذ أمن عندنا مداخلة بس من أحد المستمعين يقول يعني هو كان مصاب بكورونا وبس ما كان يعني يلزم أنه يدخل المستشفى، يعني كانت حالته مستقرة ولكن يعني كانت عنده بعض المضاعفات اللي هي آلام في الجسم بشكل عام وآلام في المفاصل، بس يقول ما حد نبهه للنقطة هاي أنه هو يحتاج إلى يعني علاج تأهيل أو علاج طبيعي. فسؤاله كيف متى ممكن الشخص يقرر إذا كان هو مش من المستشفى يعني في البيت، كيف يقدر يقرر أنه أثناء فترة يعني إصابته بالفيروس يحتاج إلى علاج إعادة تأهيل أو بعد الإصابة؟ طبعا بالنسبة لحالة الأخ المصاب، بما أنه مو في المستشفى وهو في عزل صحي منزلي، نعم، فبعد ما يخلص فترة العزل سواء كانت 10 أيام أو 14 يوم ممكن أنه يأخذ علاج طبيعي يعني في العيادة الخارجية، بس لازم يخلص فترة الحجر الصحي لأنه أوريدي ما كان في المستشفى، فحالته والله الحمد تعتبر مستقرة بما أنه في البيت. فبعد ما يخلص من فترة الحجر ممكن يزورنا في المستشفى ويتلقى الجلسات بشكل كامل، بعد ما يحددون له خطة العلاج
وشخص يعني ويسوون حقه فحص كامل. صحيح. أيضا أستاذة فاطمة حابين نعرف منك أكثر الحقيقة عن يعني الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي والأساليب الحديثة وأيضا التجهيزات والتقنيات الخاصة يعني للتعامل مع هاي الحالات الخاصة بالعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لمرضى المصابين بفيروس كورونا. تمام. ولله الحمد تقريبا من بدء الجائحة هي صحة دبي ما قصرت بتوفير كافة وسائل علاج المرضى، ففتحت أقسام عزل مخصصة لمرضى كورونا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من كافة الطواقم الطبية وتزويد مستشفياتها بأجهزة التنفس بشكل أكبر. فهي صحة دبي كانت يعني من الداعم الأكبر لموظفينها في متابعة المرضى وفي توفير الأجهزة حقهم وفي توفير المعدات الطبية واللي هي الأجهزة الواقية حق موظفينها عشان تشوفون المرضى، يعني حماية الموظفين. نعم. فمثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة يعني هناك تجهيزات وتقنيات ليس فقط لتأهيل المتعافين، ولكن هناك أيضا أساليب حديثة كذلك لحماية الطاقم الذي يمارس هذه يعني يمارس العلاج التأهيلي. فممكن تحثين أكثر عن كيف ممكن يعني أنتم كأخصائيين في العلاج الطبيعي تكونون حذرين، شو هي إجراءاتكم اللي تتخذونها لحماية أنفسكم من COVID-19؟ طبعا بالنسبة لأخصائيين العلاج الطبيعي فمكانهم يكون جدا حساس لأن يكونون وايد قراب من المرضى، فلازم أخصائي العلاج الطبيعي يكون لابس كامل اللي هو البي بي اي من واقي الوجه من الماسكات والجلاف الجاون، فالمفروض هو يكون حامي نفسه بما أنه بيكون وايد قريب من المريض. والحمد لله المعدات والحماية كلها موفرينها حقنا في مستشفيات هيئة صحة دبي. نعم. وكذلك أنتوا أستاذة فاطمة كطاقم يعني طبي كيف ممكن يعني يكون عندكم أنتوا هذا الحرص أن أنتوا أيضا ما تعدون الأفراد اللي يجون عندكم؟ هل هناك إجراءات، هل هناك فحوصات تقومون بها عشان نطمن المستمعين أن حتى كادرنا الطبي على أتم الاستعداد لاستقبالهم؟ طبعا هناك فحص دوري ومن فترة لين فترة، وإذا كان أي شخص سواء في أي قسم كان مخالط فهو يخضع لفترة حجر منزلي لمدة 10 أيام لين يخلص الحجر عقب يرجع يداوم. كذلك إذا كان على أي موظف أي أعراض تنفسية أو أي تعب فهو يأخذ إجازة مرضية بحيث إنه ما يعدي أي مريض وما يعدي حتى الموظفين والزملاء في العمل. نعم. وحدثتينا أيضا اليوم أستاذة فاطمة عن العلاج التأهيلي للمتعافين من كورونا، حابين نعرف منك أيضا عن نتائج يعني هذا العلاج التأهيلي، هل رأيتم نتائج إيجابية؟ هل هناك مثلا حالات يعني تعافت بالفعل يعني أتم عافية؟ ممكن تنقلين لنا هذه التجربة أيضا؟ ولله الحمد يعني هناك حالات كثيرة استجابت للعلاج، كانت من حالة الصفر إلى الحالة الحمد لله الطبيعية. يعني إذا تكون مثال، كان هناك مريض تقريبا شاب يعني في 20 دخل العناية المركزة وتم لفترة طويلة وكان على أجهزة التنفس الصناعي، وكانت الرئة عنده تعبانة جدا طبعا، وهاي كلها من مضاعفات الكوفيد 19. ولكن الحمد لله بالاستمرار بالعلاج الطبيعي، صح أنه استمر فترة شوية طويلة ولكن الحمد لله المريض طلع من المستشفى وهو يمشي ويمارس حياته الطبيعية بشكل كامل. فالحمد لله يعني الحالات تتلقى الاستجابة ولله الحمد، ولكن المرضى يبالهم أنه يصبرون شوي لأن العلاج الطبيعي يأخذ فترة طويلة، النتائج تأخذ فترة طويلة، خصوصا لو كان المريض من الأساس يعني في العناية المركزة أو على السرير من فترة طويلة مثلا مدة شهر أو 3 أسابيع فهي تعتبر فترة مو قصيرة. فهني يستوي الضمور في العضلات، تجمع السوائل في الرئة، ففترة العلاج تكون شوي أطول. نعم. أستاذ فاطمة عندنا مداخلة بس. ألو هي. ألو
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. تفضل أخوي، من ويانا عفوا؟ إن شاء الله. منو؟ مثلنا ناصر، بغيت. مرحبا أخوي ناصر، تفضل. شكر وثناء وتقدير لقسم 12 في مستشفى دبي والعاملين عليه ومن جميع المسؤولين. أنا دخلت المستشفى وقعدت في العناية المركزة 12 يوم، والحمد لله بما قدموه يعني، وتشكر الدولة على ما تقدم للمرضى من أكسجينات ومن الغاز ومن الأدويات ومن كل شيء، ما قصروا يعني لا الممرضين ولا التكاترة. وبلغ شكري وتقديري إلى جميع العاملين في هيئة الصحة بدبي وكل من ساهم في علاجنا هذا. بعدين أنا سويت الجرعة الأولى، وبعد كان باقي يومين حتى أخذ الجرعة الثانية وجانيها كورونا. فبغيت استفسر من الدكتور، الحين أنا حالتي زين وطلعت من المستشفى لشهر تقريبا، بغيت أخذ الجرعة الثانية، قالوا لي لا بعد 3 شهور. شو الجرعات اللي أخذها وياهم؟ نعم أخوي ناصر، شاكرين تواصلك معنا الحقيقة. و أستاذة فاطمة، الأخ ناصر عنده استفسار بخصوص الجرعة الثانية، ولكن نتوقع أن احنا ممكن يعني نتواصل معه ونرد عليه على هالاستفسار، لأن اليوم نحن محور حديثنا عن العلاج الطبيعي والتأهيلي لمرضى كورونا. وطبعا أخوي عبد الله الأخ ناصر، نحن طبعا نوجه له أيضا الشكر، وهذا طبعا واجب ودور هيئة الصحة في دبي أنه توفر الرعاية لجميع المرضى القادمين على هيئة الصحة في دبي. وطبعا نتحمد له بالسلامة، ونقول حق أخوي ناصر أن إن شاء الله رقمنا عندك، وبنتواصل مع الأطباء المختصين من هيئة الصحة في دبي بخصوص موضوع علاج أو عفوا لقاحات كوفيد-19. نعم. وإن شاء الله سيتم أخذ موعد له، وبالأكيد أخذ موعد للأخ ناصر في الوقت اللي يسمح لنا أخذ موعد، لأنه طبعا أخي عبد الله مثل ما تعرف أن الشخص اللي يصاب بكوفيد مع أعراض أو الشخص اللي يصاب بكوفيد من غير أعراض تختلف فترة أخذ الجرعة. صحيح. الثانية. فإحنا نطمن الأخ ناصر أن نحن إن شاء الله بدورنا في هيئة الصحة في دبي وأيضا إدارة سعادة المتعاملين بيتواصلون معه، وإن شاء الله بيأخذون له موعد لجرعته الثانية. نعم. الأخت فاطمة سامحينا خليناك معانا اليوم على الخط. عندنا أيضا مداخلة لك أستاذة فاطمة، أحد المستمعين يسأل عن طبعا هيئة الصحة بدبي، هناك الكثير من أستاذة فاطمة من الخدمات اللي يقدمونها لفئة كبار المواطنين، ولكن سؤاله هو يقول عندنا شخص يعني من كبار المواطنين وأصاب بفيروس كورونا، ولكن يعني ما كانوا يعرفون في هناك مثلا برنامج تأهيلي أو برنامج علاج طبيعي من بعد هذا، فهل يحتاج أن يعني مثلا ياخذ موعد ويعني يستفيد من البرنامج التأهيلي بعد يعني ما تعافى من فيروس كورونا؟ بالنسبة للمريض ممكن ياخذ موعد في العلاج الطبيعي، وطبعا أخصائيين العلاج الطبيعي بيقيمون حالته إذا كانت تستدعي أن يكمل الجلسات في المستشفى، أو أنهم يعطونا نفس البرنامج المنزلي اللي هو هوم بروجرام، بحيث أنه يقدر يكمل في البيت على نفس خطة العلاج، على حسب تقييم الحالة. طبعا لازم يقيمون حالته قبل، وإن شاء الله إذا كان يحتاج طبيعي بيكمل الجلسات إن شاء الله ويانا. نعم أكيد طبعا أستاذة فاطمة، يعني موضوع العلاج الطبيعي والتأهيلي لمرضى المصابين بكورونا مهم مثل ما تفضلتي، فإذا عندك أي نصائح أخرى أستاذة فاطمة تحبين تقدمينها خلال هذا الموضوع، وكيف ممكن يعني لحظة شوي عفوا نعم، فإذا في عندك أي نصائح أستاذة تبين تكلمين أو تبين تخبرين حول هذا الموضوع؟ بشكل عام ننصح الناس وحتى المرضى أنهم يحافظون على نفسهم ويلتزمون بالتدابير الوقائية، بحيث أنهم ما يجيهم الفيروس إن شاء الله، وأن حتى لو فرضا هدا يكون عليه خفيف، فننصحهم أن يلتزمون بالتدابير الوقائية
يمارسون حتى لو بغوا أن يمارسون رياضة المشي أو الرياضة بشكل عام، يلبسون الكمام ويطبقون التباعد الاجتماعي ويحافظون على نفسهم. صحيح. الأستاذة فاطمة راشد علي، أخصائي العلاج الطبيعي بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك الحقيقة للمعلومات الجيدة الخاصة والموضوع أهمية العلاج الطبيعي والتأهيلي لمرضى كورونا، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، من بعد موضوع العلاج الطبيعي والتأهيل لمرضى كورونا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أن أشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ تميرة الأغفلي، وكان في الإخراج مخرج المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وشكرا لك أختي آمنة أيضا. شكرا لك أخوي عبد الله، استمتعنا بحلقة اليوم، ونتمنى المستمعين طبعا أن كل الصحة والسعادة. نعم، وتقبلوا تحياتي أيضا أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.